حاجة تعرف. مصر بقت الحقيقة دولة العرر، يعني لما عرة زي سمير صبري وعرة زي مرتضى منصور، لما العرر دي يبقى ليها صوت أصلا وتطلع في الإعلام، يبقى مصر نظام عرة. دي مفروض أصوات مكانها الحقيقي مستشفى المجانين. يعني ليه زميل قاعد هنا بيقول والمستشار نبيل صادق قبل البلاغ في رياض محرز؟ يعني أصبحت مصر بتطارد رياض محرز لأنه ما سلمش على مصطفى مدبولي، وبتطارد حفيظ درعجي لأنه راح سلم على أم أبو تريكة. فدولة بالهيافة دي وبالتفاهة دي يبقى نظامها تافه. مرتضى منصور بدل ما يتحبس في عنبر العقلاء في العباسية، سمير صبري بدل ما يتحجر عليه، المستشار نبيل صادق بياخد منه البلاغ والبلاغ عادي. هنطارد رياض محرز؟ ده انتوا عرر، ده انتوا رخصتوا مصر قوي. ما يسلمش رياض محرز، ايه المشكله يعني؟ ايه اللي حصل؟ ما يسلمش او يسلم، فرقت ايه معاكم؟ حفيظ يسلم على ام ابو تريكه او يزورها وبتاع، فرقت ايه معاكم؟ محروقين قوي ليه كده؟ يعني بصراحة انتوا مرضى قوي ليه كده؟ خلاص راح سلم على الست، وست كبيرة قاعدة في البيت وزي ما احنا شفناها كده، لا بتقدم ولا بتأخر، ست بركة لو انت شفتها في اي حتة في الدنيا، مش ام ابو تريكة، ام اي حد من غير ما تعرف هتبوس راسها. ايه اللي أزمة فيه يعني حفيظ دراج؟ ده انتوا تافهين قوي، ده انتوا رخاص قوي قوي بصراحة. مصر نظامها بإعلامها بكل حاجة فيها دلوقتي رخيصة قوي.